وقعت منظمة الصحة العالمية في مصر وسفارة اليابان بالقاهرة اتفاقية لدعم مصر في الاستجابة للاحتياجات الصحية للمصابين والمرضى من غزة الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات المصرية. تهدف الاتفاقية لتوفير الاحتياجات الطبية والمستلزمات لاستقبال المصابين من قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية بالتنسيق مع مختلف الشركات والشركاء الدوليين لمواجهة الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة. من أول يوم في حصر بالمتطلبات من الجانب المصري، سواء كانت في أدوات طبية أو في أدوية أو في بعض الأجهزة لإسعاف المصابين. النهاردة الاتفاق ما بين الحكومة اليابانية ومنظمة الصحة العالمية ب8.3 مليون دولار منحة لمدة عامين لتنفيذ كتير من المتطلبات المصرية في المستشفيات المختلفة. عندنا أكتر من محافظة، أكتر من مستشفى هيكون فيها هذا الدعم. النهاردة بنشهد واحد من أوجه هذا الدعم من خلال توقيع بروتوكول تعاون ما بين منظمة الصحة العالمية، المكتب الممثل مصر في المنظمة، والحكومة اليابانية بمثلها سعادة السفير الياباني، لدعم المنظومة الصحية للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة. النهاردة الدولة المصرية بتوجيه مباشر من السيد الرئيس بتقدم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في القطاع، وده تكليف من السيد الرئيس للحكومة المصرية وللدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان. وبالتالي بدأت مصر في استقبال سواء العابرين وتقديم خدمات رعاية صحية لهم أو المصابين في المستشفيات المصرية. وقعنا على اتفاقية بمبلغ 8.3 مليون دولار لتقديم الدعم للمؤسسات الصحية اللي خصصتها وزارة الصحة والسكان لاستقبال ومعالجة الأخوة القادمين من غزة، سواء لنسيجة إصابات الحروب أو الأمراض الأخرى. حقيقة جمهورية مصر العربية تعودنا عليها تقدم المساعدات لكل الأخوة العرب وغير العرب، يعني من أيام كوفيد 19 إلى الأزمات اللي حصلت في السودان، في ليبيا، في المغرب، والآن أيضا في غزة، وفتحت أبوابها وتقدم خدمات مجانية. وقعت اليوم اتفاقية لتمويل مشروع لتقديم معدات طارئة للمستشفيات المصرية بهدف دعم المصابين الفلسطينيين وتقديم الأجهزة اللازمة والعلاج بشكل إنساني. ونقدر بشدة الدعم الذي تقوم به الحكومة المصرية وجهودها الدبلوماسية والإنسانية لإرساء الأمن والسلام للفلسطينيين.